سؤالين، يعني بحد ذاته العودة إلى النظام البرلماني هل يعتبر مغري أصلا لأن الناخب التركي، يعني هذا تدندن به المعارضة منذ سنة ربما، هل هو بحد ذاته يعني يشكل عامل إغراء ملفت للناخب التركي الذي اختار بالاستفتاء الشعبي أن يذهب إلى النظام الرئاسي؟ شوف، من حيث المبدأ هذا قد يكون مفهوما، لأنه أيضا الاستفتاء على النظام الرئاسي لم يمر بفارق كبير جدا، إن لم تخني الذاكرة كان 51.2% ربما، وبالتالي أنت تتحدث عن حوالي 48.8 مثلا أنهم قالوا لا للنظام الرئاسي، وبالتالي هناك رصيد لأناس لم يكونوا يريدون النظام الرئاسي. فإذا ما أضيف لهم بعض الذين كانوا يريدون أو أيدوا لكن لاحظوا أن هناك مشاكل في إدارة النظام الرئاسي، فهناك تعويل أو رهان من الطاولة السداسية أنها يمكن أن تقنع أناسا. لكن أنا أعتقد أن هذا لوحده ليس رهانا صحيحا أو صائبا. لماذا؟ فكرة الحديث في النظام القائم هو من جهة ما فيه نوع من التنظير السياسي أو فيه كلام نظري أكثر، وبالتالي قد يكون تهتم به النخبة السياسية أكثر، لكن المواطن العادي ليس مهتما تماما للأمانة بأن يكون النظام برلماني أو رئاسي. هو يريد أن تدار البلاد بشكل جيد، أن تكون البلاد قوية هادئة مستقرة، وأن يكون هناك مردود اقتصادي. وهنا المدخل الثالث للنقاش، أنه المواطن العادي في أغلبيته يهمه غلاء الأسعار والتضخم وسعر الفائدة وسعر صرف الليرة والرواتب والحد الأدنى للأجور وإلى آخره أكثر بكثير من أنه يهمه نظام رئاسي أم نظام برلماني. ولذلك كان هناك تعويل كبير إذا تذكر من الطاولة السداسية على فكرة الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية في البلاد، وكانت تطالب بأن تبكر الانتخابات لقبل أشهر، وحتى للسنة الماضية كانت تريد انتخابات، لكنها الآن تتحدث في زوايا مختلفة، لأنه يبدو أنه بعض الأمور المالية والاقتصادية قد رممت أو قد عولجت ولو مؤقتا بالإغداق الذي تم من قبل الحكومة والقرارات والإجراءات المختلفة. وبالتالي أنا أتفق أنه لا، مجرد التركيز على النظام البرلماني والنظام الرئاسي لم يعد مجديا لوحده، ينبغي أن يكون هناك. ولذلك أعتقد مرة أخرى أن الطاولة السداسية تحاول أن تقول للناس أنا عندي الحل، أنا البديل، من خلال هذه الوعود الكثيرة التي تتفضل بها.